عسلامة ومرحبا بكم. وبعد غياب طويل رجعت لكم، وبالطبيعة ما جيت شوية فارغين، جيت وجبت معايا حاجة جديدة، ما هيش تريزة كيف ما تعودنا في القناة قبل، وما هيش زادة صنعة. جبت معايا كود، وطول اللي هو طال انتظاره، كود مهم برشا برشا للقناة متاعي. فرحانة برشا بيه، وحبيت نشارككم فرحتي. وللناس اللي عندهم قنوات أكيد فاهميني فاش نحكي، ولعل البعض منكم تستناو في الكود هذايا باش يجيكم. الحمد لله يا ربي، هي فترة صحيح طويلة تعدات عليا باش نستنى، يعني باش يوصلني الكود، لكن كيف شفت الكود نسيت بالحق الوقت الكولي كا اللي قعدت نستنى فيه، اللي هو تقريب 8 شهور خدمة. وبالطبيعة اللي عندهم قنوات يعرفوا مليح انه اليوتيوب عنده برشا شروط، كل مرة تكمل شرط يعرضك شرط اخر. واللي ما عندهمش قنوات ولا اللي يحب يعمل قناة، اول شرط هو انك تجمع 1000 مشترك في القناة، و 4000 ساعة مشاهدة للفيديوهات اللي موجودين في القناة في ظرف، هذا كل كي لازم يكون في ظرف اقل من عام. بالنسبة ل1000 مشترك جمعهم كان سهل بالنسبة لي أنا، أما الصعيب أنك تجمع 4000 ساعة مشاهدة للفيديوهات. وبعتالي كيف نكملوا الشروط هذوما الزوز، لازمنا نتعداو للشرط الثالث، هو أنك أنت تجمع 10 دولارات في القناة من المشاهدة، بالطبيعة يتلموا من المشاهدات متاع الفيديوهات متاعنا. بالنسبة لي كملت الشرط الثالث في 2.5 شهر، والغلطة متاعي هي اني كيف كملت ال10 دولارات وصلني مساج، لكن اني ما انتبهتلوش وما طلبتش اليوتيوب بالكود اللي هو اسمه كود ادسونس باش نكمل نعمل الفاليداسيون تاع الادريس. دونك فقط كان بأليرت جاني خاطر ما طلبتهمش بالكود. دونك فوالا، هذا هو الكود جاني وهو ها قدامكم الحمد لله يا ربي. وبالنسبة للكود ضروري ضروري على الاخر اللي باش يطالبوا بيه لازمهم يحطوا النمرو متاع التليفون باش كيف يوصل للبريد يتصلوا بيكم، وما تقعدوش في مشاكل بعتالي ما يوصلكمش الكود اتسيتيرا. بالنسبة للكود اول ما تعملوا اول ما تطالب بيه، يعني يقول لك لازمك تستنى بين 15 و30 يوم، وكان نهار 21 ما وصل لكش لازم تعمل دوموند تطالب كود مرة أخرى. أني بالنسبة لي استنيت 21 يوم ما وصلنيش، عاود طلبتهم كود مرة أخرى، وبعد 14 يوم من الدوموند الثانية يعني وصلوني الزوز مع بعضهم، الكود الأولاني والكود الثاني اللي هما كانت تلاحظوا كيف كيف نفس الكود الأولاني تعاود في المرة الثانية. دونك حتى كان عاود طلبت به حتى 4 مرات الكود باش يقعد هو نفسه. وعلاش 4 مرات؟ على خاطر اليوتيوب يقول لازم كان ما وصلكش المرة الأولانية تستنى 21 يوم وتعود طلبهم مرة أخرى، وتقعد تستنى مرة أخرى 21 يوم أخرين يعني، وتعود تطالب به الوين تطالبهم بالكود 4 مرات، هذي بالطبيعة في حالة أنه ما وصلكش الكود. وقتها إذا كان حتى 4 مرات عملت مطالبة يعني بالكود وقتها وما وصلكش، وقتها تولي تفعل الادريس بطاقة الهوية متاعك. هكا هو اليوتيوب وأحكامه يعني. وهذا هو الكود موجود على اليمين، واللي صار نلقاو الطريقة والمراحل متاع التفعيل الادريس. واني مالوروزمو عملت ليزيتاب الكل كيا تلمو، روحت فرحانة بالكود، طول ديريكسيون متاعي هي البيسي، حليته وحطيت الكود ديريكتومون وتهنيت على القناة. سينو من بعد تفكرت اني ما عملتش فيديو على ليزيتاب دو فاليداسيون. دونك هذا هو كان الفيديو اللي استنيت برشا اني نعمله، خاطر اموا اليوتيوب هو اللي باش يولي يقدر مجهودي وتعبي على الفيديوهات اللي نعمل فيهم. وان شاء الله نعملوا فيديو على قريب قريب ان شاء الله على اول بايمون من اليوتيوب، فيديو تحفيزي للناس اللي تحب تخدم على روحها واللي تحب تعاون يعني بمعلومات. وربي يوفق كل حد يحب يخدم على روحه، هذه أكثر دعوة ديما نقولها. وربي يبارك لكل حد يعاون غيره حتى بالكلمة الباهية،
بالطبيعة قبل ما نكمل الفيديو نطلب منكم تدعموني وتشجعوني بجيم وكومنتر وتنزلوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس، راهو فما برشا جديد جديد ان شاء الله باش يعجبكم. وكيف العادة اي سؤال ولا اي استفسار ما تتردوش باش تسألوني وتخليولي سؤالكم في الكومنتر، ونتلقاو في فيديو جديد.